اول حاجه معايا كوبايه من الحليب الدافي، معلقه كبيره مليانه من السكر، معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره ملح، ربع كوبايه من الزيت النباتي. هخلط كل المكونات دي علشان السكر والخميره يدوبوا في الحليب. دلوقتي هنزل بثلاث كوبايات من الدقيق متعدد السملات، هخلط بس كده بالمضرب الاول، وبعد كده هقلب بايديا او هعجن طبعا بايديا. هعجن كويس جدا مدة ما تقلش عن ال5 دقايق لحد ما العجين بتاعي يتجانس ويبقى ناعم جدا. دلوقتي العجينة بتاعتنا بقت جاهزة معانا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، هسيبها بقى في مكان دافي تتخمر. كده العجين بتاعتي بقت جاهزة معايا بالشكل ده، كده هفردها على شكل مستطيل. هنفرد العجينة بتاعتنا على مقاس الصينية اللي هنشتغل فيها. انا هشتغل في صينية مستطيلة فهفردها بشكل مستطيل، لو هنشتغل في صينية مدورة طبعا هنفردها بشكل مدور. دلوقتي انا هحط العجينة بتاعتي في الصينية اللي انا هدخلها الفرن، هظبطها بالمقاس المظبوط بالشكل ده كده. زيادة بسيطة عندي هشيلها كده بالسكينة او بالقطاعة، بشيل بس الزيادات بالشكل ده كده. هساوي بقى الاطراف. دلوقتي بقى معايا هنا معلقة من الزبدة، عليهم معلقتين من الزيت. انا حاطة توم في الزيت، مش عايزة اخده كله بس طعم الزيت كله معايا بقى اخد طعم التوم بالشكل ده كده. وكمان هنزل بمعلقتين كبار من الجبنة الكريمي بالشكل ده. الخليط الحلو ده بقى كده هدهن بيه الخبز بتاعي. طعم الزيت مع الزبدة مع التوم البسيط مش كتير، والزيت كمان اخد طعم التوم لان انا حطيت التوم فيه من 10 دقايق كده وسبته شوية فاخد الطعم. وكمان جبنة كريمي، اي جبن بقى عندنا احنا بنحبها ممكن نستعملها. كمان هحط جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا، وطبعا الجبنة المتوفرة عندنا. عايز اقول لكم الفطيرة دي طعمها بجد تحفة جدا يجنن. دلوقتي شوية بقى كده من الجبن الشيدر، عايز اقول لكم فطيرة اجبان طعمها خطير بجد. ودلوقتي بقى شوية من الجبن الموتزاريلا، وفرن عندي سخن طبعا على درجة حرارة 220، هحطها مش هتاخد معايا وقت ابدا، من 1/3 ساعة لنص ساعة ل5 دقايق، نص ساعة بالكتير قوي، وتكون الفطيرة بتاعتي جاهزة. عايزة اقول لكم بتخلي ريحة البيت كله بجد حلو جدا. وبكده فطيرة الجبن بتاعتي بقت جاهزة معايا، هندخلها دلوقتي الفرن على درجة حرارة عالية نوعا ما. وبكده الفطيرة بتاعتنا بقت جاهزة معانا، سلكها بس كده من الصينية. بالشكل ده كده عايز اقول لكم قد ايه طرية وتحفة وحلوة جدا، وشايفين بقى القعر قد ايه حلو، يعني تحفة بجد. دلوقتي بقى نقطعها التقطيعة اللي احنا حابينها، هقطعها كده مش مربعات ومش صوابع، يعني تقريبا مستطيلات. عايز اقول لكم بقى الريحة بجد خطيرة، وشايفين الجبنة بتمط من قبل ما اشدها اساسا، يعني شايفين بقى.
عايزين بقى نشوفها من جوه عاملة ازاي، قد ايه بقى هشة وتحفة جدا، سخنة مولعة. شايفين العجينة قد ايه قطنية، والجبن والثوم ريحتهم بجد حلوة جدا جدا. وصفة بجد جميلة جدا، يا رب تجربوها وتعجبكم. واللي جرب الوصفة وتعجبه ياريت يسيب لي رأيه في كومنت. ما تنسوش تعملوا لايك. سلام.